Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım olsaydım. Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım, bir asi rüzgar olsaydım olsaydım. Arar bulur muydun beni beni, sahipsiz mezar olsaydım olsaydım. Selamun aleyküm, merhaba bikum jadid. معكم لطيفة من قناة شيوات أملينا. أتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو وانتم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي. بالنسبة للفيديو ديال هذا النهار كما كتشوفوا جيت المحل التركي. هذا المحل هذا بالنسبة للحوايج فيه حوايج زوينين غزالين بزاف، ولكن الأثمنة غادي تشوفوا معي الأثمنة غالية بزاف. المهم زوينين حويجات صراحة ما كتلقاهمش بلاصة أخرى، كاينين في واحد السيت اللي معروف و في انستغرام، ودابا يعني راه بدا كيدخل اليوتيوب، ولكن الحويجات الصراحه زوينين بزاف. الاثمنه حاولت ما امكن انني نصور لكم داكشي اللي نقدر عليه، يعني كنصور وكنختار ليا في نفس الوقت. بالنسبه لي سيرفيس كما كتشوفوا انا بغيت سيرفيس يعني كومبلي ديال الطباسيل وداكشي، كاينين كاين بزاف، ولكن الاثمنه صراحه غالية غالية بزاف بزاف، ماشي شوية. يعني لهنا السيرفيس اللي رخيص كيدير 325 أورو، يعني هذا الرخيص. سيرفيس يكون يعني اللي فيه سوبيارا ديال لاسوب ولا الحريرة وزلايف والطباسل، ولكن الأغلبية 700 600 800، يعني أثمنة باهظة. ولكن شي حاجة اللي ما كتلقاوهاش في كاع لي ماكازان، وكما كتشوفوا حويجات غزالين. هاد لاكاغاف اللي الفوق صورتها لكم، كاغاف بالكيسان ديالها كدير 140 أورو، هادي اللي على اليسار. هادو لي سيرفيس كيف ما كتشوفوا، انا عجبوني زوج هنايا، ولكن الأثمنة كما قلت لكم يعني كل واحد يعني شنو يقدر ياخذ. هذا الوسطاني 375 أورو، هذوك الفوق الأثمنة ديالهم غالية. بالنسبه لي بلاطو حتى هما عندهم اشكال بزاف وانواع. هاد لي بلاطو كاين الكبير المويا الصغير، فيهم داك الفوقاني كيدير 30 أورو، يعني هاد الصغير هذا هما ثلاثه، هما ماشي هكا الشكل ديالهم، راه هي حطتهم هكا على حساب يعني على حساب الديكور وصافي. لي بلاطو كانوا بزاف، يعني كان الاثمنه اللي كتراوح بين المينيموم هو 30 أورو، هذا يعني البلاطو اللي كيكون رخيص هو 30 أورو، والاخرين كيكونوا غاليين. هادو بلاطويات راه كتشوفوهم دابا يعني في محلات، شفتوهم حتى داك الفيديو اللي كنت نزلته لكم من قبل في محل تركي، ولكن الثمن مختلف. هاد الجهه هادي فيها غير دوك لي ديكور والطبالي وال يعني جليسات. غادي نوري لكم بعض الاثمنه ديال طبالي، زوينين الصراحه، هما غزالين بزاف، ولكن الثمن كما كتشوفوا حاولت ما امكن انا نقرب لكم الثمن مع كل شيء بزاج وكل شيء كيبري، ما قدرتش نصور مزيان الاثمنه، ولكن كما كتشوفوا يعني هنايا الثمن باين شي حويجات وشي حويجات خصنا يعني كنا كنسولوهم باش نعرفوا الاثمنه. كاين الطبيلات والكراسي زوينين، جليسات يعني هكا بالفوتوي وداكشي حتى هما زوينين. طبيلات هادو شفتوهم، هادي دايره بحال شوميني، فوس شوميني يعني ماشي شوميني ديال بصح، ولكن فوس شوميني. وهاد لي لامب حتى هما عندهم داكشي زوين، كاين الكبيره كاين الصغيره كاين الالوان، كاين في الكحل الذهبي الكغي، المهم كاين التنوع. اللي قلبتو عليها كتلقاها بالنسبه للديكور في الصالون اولا في الكوزينه، يعني داكشي اللي كتقلبوا عليه كتلقاوه. حويجات يعني كما قلت لكم بياسات ما تلقاوهمش في كاع المحلات. هذا المحل سميتو عثمان هوم، عثمان ولا عثمان هوم، غادي نحاول ما امكن حيت انا شفت التيكي دابا ما لقيتش لادريس، غادي نديرها لكم في اول تعليق، غادي نخلي لكم العنوان ديالو، حيت هذاك المحلات الاخرى اللي درت معكم فيديو سابق راني ثبت واحد التعليق، واحد الاخت سولاتني ودرت العنوان. هذا غادي ندير التعليق وغادي نثبتو وغادي تشوفوا العنوان نكتبو لكم، اللي مهتمه بغات تجي تشوف علاش لا. كانت هاد الجهه هادي واحد الجهه دايرها ناقص 50%، واحد الجهه ديال الكريستال يمكن لونسيان كوليكسيون يعني الكوليكسيون ديال العام اللي داز داير لها 50%، ولكن خواتاتي قالوا لي بانه ما السولد غادي يبدا عندهم هاد الايام. داكشي علاش يعني خديت شي حويجات وشي حويجات قلت حتى نرجع ونشوف هاد الجهه هادي كلها داير لها ناقص 50%، ولكن يعني ناقص 50% ملي كتشوفوا بانه البلاطو تقريبا بحال هاد الشكل هذا زوين. عجبوني هاد البلاطو ثلاثه كيجيو
بحال هكاك اونصومبل، ولا ديكو حتى يعجبتني، غير شنو بغيت نتسنى يمكن غادي نرجع لهم عاوتاني، الا كانوا مسولدين غادي ناخذ منهم، الا لقيتهم الا ما لقيتهمش ماشي مشكل، ولكن كنظن انا يكون عندهم في ستوك مادام انهم بغاو يليكيديو الا غادي تكون عندهم في ستوك. صافي هنايا كاين واحد جهه خاصه غير بهذا البومبو، ولا ماشي خشب يعني خشب عادي، ولكن البومبو داكشي يعني شي حاجه زوينه كما قلت لكم، راه كتشوفوا هذا الشيء في لي سيت وفي الانستغرام وهذا. المهم انا واش نقول لكم، انا جيت دخلت دخلت الاثمنه، دخلت في الحوايج، كل شيء زوين، كل شيء كنبغيو ناخذوه، كتعرفونا حنا اكسلينين بلي بالمعن كيبغي ياخذ كل شيء. وصراحه يعني عجبوني شي بياسات خديتهم هذا النهار كما قلت لكم، والاخرين غادي نرجع ان شاء الله وناخذهم قبل ما نمشي، لانه هذا الشيء حنايا ما عندناش في باري. هذا السيرفيس هذا حمقني زوين بزاف، هذا كيبيع كل بياسه والثمن ديالها، يعني في التوتال كله ما سولناش لانه كل حاجه وكانت بوحدها. هادو لا، هادو كيتباعوا هكا كاملين بوحدهم، يعني سيرفيس كله كامل بحال داك الشكل، وهاد البلاطويات حتى هما هادو كيتباعوا في ناجل وكيسان، يعني هما شفتوا الاتراك كياخذوا شي مرات القهوه في الفناجل ولا في الكيسان كيتباعوا هكذاك. بالنسبه لهادو لا ديكو في الكحل اللي عندها لا ديكو ريترو ولا بحال هكا، كما قلت لكم حويجات ما كتلقاوهمش في كاع المحلات، وشي حاجه يعني زوينه بحال هذا الشكل هذا، زوين بزاف يعني اللي يعجبها بحال هذا الشكل هذا حتى يتاخذوا. كاين في الكحل والبيض، كاين هذا السيرفيس هذا بالمعالق ديالو، كاين في المغازان في الاول قالنا 265 ولا 256 في غير الطباسل والمعالق، يعني ما فيهش الفناجل او لا شي حاجه، فهمتوا؟ يعني كاين كما قلت لكم كاينين حويجات، ولكن الاثمنه باهظه بزاف 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 على حسب شنو بغيتو نتوما. المهم انا بغيت ندير دويره ونوري لكم يعني الجديد، واللي بغات اللي قريبه في بلجيكا وبغات تجي تاخذ من هذا المحل علاش لا، اللي تقدر علاش لا. كما قلت لكم انا خديت بعض البياسات، الا بغيتو خليو لي في التعليق نشارك معكم المشتريات ديالي. انا خديت هاد السيرفيس هذا خديته ب 39 اورو، هذا ديال القهوه اتاي السكر. المهم خديت شي حويجات ان شاء الله، الا بغيتو نوريهم لكم ما عندي حتى شي مشكل. دشمان دشمان باني نبيشين نان يوم دشمان كيت ديتشمنان دير قرسان قلبي ميچردن آه اتيار هم دنه اتيار اللي كي ترلمشم لالا ميلالا كندمي زرلمشم لالا ميلالا اسميني يني كويتم لالا لا uzaktan Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım Bir asi rüzgar olsaydım olsaydım Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım Bir asi rüzgar olsaydım olsaydım Arar bulur muydun beni beni Sahipsiz mezar olsaydım olsaydım كتعرفوا الدراري بعد ما كيتمشاو غير شويه مع البرد صافي كيجيهم الجوع. جينا باش ندير واحد البوز هنايا، ومن بعد عاوتاني غادي نخرجوا نشوفوا يعني اونفيرس او لا غرون بلاس ديال اونفيرس بالليل مع الاضواء، وهذه كتكون شي حاجه زوينه بزاف. المهم ما غاديش نطول عليكم في البلا بلا، غادي نخليكم مع الفيديو. ما تنساونيش بلايك الا عجبكم الفيديو، تعليق زوين، ونقول لكم انا تهلاو فريوسكم تهلاو صحتكم، تلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. الفيديو باقي، اللي بغى يكمل الفيديو يتفرج بطبيعه الحال. بسلامه. Şaşmadan pusulam Geceler farksızdır Kancık bir pusudan Sevdik de katlandık İnan her buna Hepimiz ölecek
جازده يا من بيني تشكورا